السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي بناتي طلاب الصف الخامس ابتدائي، أهلا بيكم درس جديد من دروس مادة الرياضيات الدرس الثاني. درسنا النهاردة بعنوان مساحة المربع بمعلومية الخطوط. وقبل ما ابتدي في الدرس نفسه لازم ابتدي أتذكر كده بعض الخصائص من خصائص المربع. احنا كنا عارفين إن المربع ده كان بيتقسم لإيه؟ إلى أقطار، أضلاع، زوايا، خلاص؟ فاحنا كنا بنقول مثلا لو ده مربع اسمه أ ب ج د، أ ب ج د ده أنا عندي طبعا ده أ ب يعتبر إيه؟ ضلع، ب ج ده ضلع، ج د ده إيه؟ ضلع، ده الأ ضلع. طب إيه القطر يا ميس؟ القطر ده هو عبارة عن أي قطعة مستقيمة واصلة بين نقطتين غير متتاليتين، يعني أقدر أقول إن أ ج ده قطر، ب ج ده إيه؟ قطر. طيب تعال نفتكر كده خصائص المربع، إحنا كنا بنتكلم عن خصائص المربع بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للأضلاع، بالنسبة للزوايا، بالنسبة لإيه؟ للأقطار. طب بالنسبة للأضلاع، طبعًا إحنا كنا عارفين إن أضلاع المربع إيه؟ أضلاع المربع كلها إيه؟ متساوية، يبقى أضلاع المربع كلها متساوية. طب بالنسبة للزوايا، كلها طبعًا إيه؟ قائمة، يبقى كانت الزوايا بتاعت المربع كلها إيه؟ قائمة، قائمة يعني إيه؟ قياسها 90 درجة، طبعًا رمز القائمة هتعمل مربع صغير كده على رأس إيه؟ الزاوية. قائمة عن كام؟ 90 درجة. طب والأقطار، وده اللي يهمنا النهاردة عشان هو ده اللي أنا هشتغل عليه إيه؟ في القانون بتاع مساحة المربع. طب الأقطار مالها؟ كان كل القطرين أولا متساويين، بص تعالى في الدرس من القطر الثاني، القطر أ ج بيساوي القطر إيه؟ ب د، بس كده؟ لا، هما متساويين ومتعامدين، يبقى أقطار متساوية متعامدة. طب وإيه تاني؟ كان وينصف كل منهما الآخر، يعني الأقطار بتقسم بعضها لأجزاء متساوية. زي إيه؟ لو أنا رسمت مربع كده تاني عشان يبقى أوضح بالنسبة لي، خلاص، وعملت القطرين دول، لو أنا فرضت إن القطر ده مثلا 6 سنتي، يبقى دي 3 سنتي ودي 3 سنتي، وبالتالي برضه ده 3 سنتي وده 3 سنتي، يبقى بينصف كل منهما الآخر، يعني بيقسموا الأجزاء إيه؟ متساوية، خلاص؟ طيب نيجي هنا، يبقى احنا قلنا الاقطار عباره عن ايه؟ اقطارها متساويه، تمام. ايه تاني؟ قلنا متعامده، وايه؟ وينصف كل منهما الاخر، تمام يا سنه خمسه. طيب بعد كده نيجي لايه؟ لمساحه المربع. احنا مساحه المربع دي احنا خدنا قبل كده في سنه رابعه، مساحه في سنه ثالثه مساحه المربع بالنسبه لايه؟ بالنسبه لطول ضلعه. طيب بالنسبة لطول ضلعه، كان مساحة المربع بتساوي ايه؟ طول الضلع في ايه؟ في نفسه، طول الضلع في ايه؟ في نفسه، يعني انا لو مساحة المربع مثلا لو مربع عن طول ضلعه 2، يبقى هجيب مساحته يبقى عبارة عن ايه؟ 2 في 2، عبارة عن 2 ايه؟ في 2. طب هو بيديني مثال كده بسيط، بيقول لي اوجد مساحة المربع الذي طول ضلعه 5، طول ضلعه ايه؟ 5. طب احنا مساحة المربع بتساوي ايه؟ بتساوي طول الضلع ايه؟ بنفسه، يبقى مساحة المربع بتساوي طول الضلع في ايه؟ في نفسه. طيب ده القانون، طب يعني هتساوي ايه؟ هو طول الضلع عندي بكام؟ بخمسه، طب في نفسه يعني ايه؟ هكررها مره ثانيه، يبقى 5 في 5 ب 25 سنتيمتر ايه؟ مربع. ده بالنسبه للقانون اللي احنا خدناه في سنه ايه؟ سنه ثالثه. طيب اجي بعد كده للقانون بتاع السنه دي، هو قانون سهل برضه ما فيهوش اي مشكله ان شاء الله، وهيبقى بسيط بالنسبه لك في ايه؟ في التطبيق. عندي مساحه المربع بمعلوميه ايه؟ طول قطر. معلوميه يعني ايه سنه خمسه؟ معلوميه يعني معرفه، يعني انت لازم تعرف طول القطر عشان تعرف تجيب مساحه ايه؟ المربع. طب القانون بتاعك بيقول ايه؟ نص طول القطر في نفسه. طب ليه في نفسه يا ميس؟ ايوه، لان القطر عندي بتاع المربع متساوي، يعني لو القطر بتاع المربع ده 6 يبقى القطر ده 6 والقطر ده ايه؟ 6. غير المعين، خلي بالك احنا المعين عندنا ما كانش اقطاره ايه؟ متساوي، الاقطار بتاعته غير متساوي. طيب يبقى القانون بتاعي اللي انا لازم احفظه عشان اعرف اطبق كويس على المساله، نص طول القطر ايه؟ في نفسه. تعالى ناخد مثال سريع كده على الايه؟ القانون. اوجد مساحه المربع الذي طول قطره 10 سنتي. انا اللي يهمني في مساله المربع ان انا ابقى عارف بالظبط طول القطر قد ايه، او نص طول القطر. لو انا عرفت نص طول القطر هعرف اجيب القطر، تمام؟ طيب مساحه المربع طول قطره 10، طب ما هنيجي نطبق القانون، احنا قلنا نص طول القطر نفسه، يعني نص في ها طول القطر كام؟ 10 في نفسها تاني في 10. طيب يا مستر ايه؟ طب هعملها ازاي؟ يا اما ممكن تعملها على الاله، او هختصر بسيطه جدا، على 2 فيها الواحد، على 2 فيها الخمسه، 5 في 10 كام؟ ب 50 سنتيمتر ايه؟ مربع، عشان دي وحده مربع، انا بتكلم عن مساحه والمساحه دي وحده ايه؟ مربع. طب تعالى ناخد بعض الامثله اللي ممكن تجي لك ايه؟ في امتحان او في كتاب المدرسه. تدريب مساحه المربع الذي طول قطره 6 سنتي. احنا اتفقنا ان انا عشان احل مساله المربع او مساحه المربع لازم ابقى عارفه طول الايه؟ القطر.
طيب هو مدين طول القطر خلاص يبقى الراجل ايه سهل عليا كتير، قال ان طول القطر 6 خلاص تطبيق مباشر على طول القانون. احنا القانون بيقول لي ايه نص في طول القطر في نفسه تمام. طيب يعني ايه؟ يعني نص في 6 في 6 بالآلة على طول. طب غير الآلة تمام، ممكن اختصر على الاثنين فيها الواحد، على الاثنين فيها الثلاثة، ثلاثة في 6 يس بكام؟ ب 18 سنتيمتر ايه مربع. اوعى تنسى المربع ده، اوعى تنساه. طيب يجي مثال تاني، احنا هنا المثال ده بيقول لي ايه اكمل، واكمل انا مديني نص وهو عايز اكمل ايه القانون، يعني عايز اكتب القانون مباشره. بيقول لي نص، يبقى نص في ايه؟ مساحه المربع احنا لسه قايلين نص في ايه؟ نص في طول القطر في ايه؟ ها في نفسه. احنا قلنا ايه القطرين متساويين، يعني القطر في ايه في نفسه. طيب ثالث مثال بيقول لي في الشكل المقابل، انا عندي هنا رسمي مربع اسمه ا ب ج د، ا ب ج د. خلي بالك سنه خمسة هو مركز معايا على الجزء ده، لو احنا افترضنا ان دول قطرين والقطرين دول ملتقيين او ايه تقاطعوا في النقطه ايه م، مديك ان الحته دي اللي هي ا ب اللي هي نص القطر بتساوي كام سنتي؟ 8 سنتي. نص القطر بتساوي ايه؟ 8 سنتي. طب هو كده مديني القطر؟ لا ده مديني نص القطر. معلش مش مشكله، احنا اتفقنا ان هو ايه القطرين بينصف كل منهما ايه الاخر، لو اداني نص القطر اعرف اجيب ايه القطر كامل. طب نص القطر 8 يبقى القطر كله كام؟ ها 16. يبقى انا عندي القطر كله 16 سنتي. طب لما اجي اطبق في القانون اقول له مساحه المربع عباره عن ايه؟ نص طول القطر نص في طول القطر في نفسه. طيب نص طول القطر في نفسه يعني هكتب ايه؟ هكتب له نص. هو فين يقيس طول القطر؟ ما احنا جبناه طول القطر جبناه منين؟ من نص الحته اللي هي نص القطر نفسه. نص القطر كام؟ 8. طب انا ممكن اكتب ايه؟ نص في 16 في 16. طب واحد تاني يقول لي يا ميس طب ما هو نص القطر هو مديهوني، يعني هو نص القطر ده اللي هي دي اللي هي 8. طب يبقى انا ممكن اشيل بدل ما اقول نص القطر هو مديهوني ده على طول اكتبها ايه؟ 8 في ايه؟ في 16. 8 في 16 واحسبها هتبقى بالسنتيمتر ايه؟ المربع. 8 في 6 48، 8 ومعايا ال 4، 8 في 1 ب 8 و 4 12، يبقى 128 سنتيمتر مربع. اخر سؤال عندي بيقول ايه؟ في الشكل المقابل ا ب ج د ده مربع. هو بقى مديني طول القطر عادي، هو ما ادانيش نص القطر زي ده، لا مديك القطر كامل هو ا ج. ا ج ده يعتبر ايه؟ قطر كامل. وعايز مساحه المربع، بسيطه هكتب له القانون، مساحه المربع بتساوي ايه؟ نص في طول القطر في ايه؟ في نفسه. طيب هيا يا شباب نص القطر بكام؟ هو مش مديهولي بس مديني القطر كامل، يبقى اقول له ايه؟ نص في 14 في 14 واختصر او اكتبها بالاله، على اتنين فيها الواحد، على اتنين فيها السبعه، اضرب السبعه في 14، 7 في 4 ها 28، 8 ومعايا 2، 7 في 1 ب 7 و2 9، يبقى 98 سنتيمتر ايه؟ مربع. دي بعض الامثله المختلفه لايه؟ لمساحه المربع، وان شاء الله يبقى سهل عليكم. متشكره جدا ليكم سنه خمسه، واشوفكم في ايه مره ثانيه في الدرس الجديد باذن الله. السلام عليكم.